عليكم بنات، يا ربي تكونوا في احسن حال، ويا ربي يكون هذا رمضان دخلوا لكم الصحه والسلامه، وكونوا جميع ديالكم وصحابكم وعائلتكم بخير وعلى خير. وكنتمنى انه يكون مواتكم وباباتكم وخوتكم بخير وعلى خير، وكنتمنى نكون خفيفه على فمكم. اليوم جيت نوجد معكم واحد البطبيط صغير معمر بالكفته ديال الدند والبصله لا غير، اللي غنحتاجو فيه 4 زليفات ديال الفورس، انا مغربلاه، وغادي نحتاجو فيه 2 كيسان ديال الفينو، وغادي نحتاجو فيه معلقه مسوحه ديال الخميره، ونضربو في الجانب، والملح على حسب بنات يديكم، وجوج معلقات 4 معلقات ديال زيت العود، 4 معلقات ديال زيت العود، ما نديرهم تندير الجنف تجن، والماء دافي، انا غادي نديرها تجن في الجنة باش ما نصدعكمش، وغادي نرجع معاكم. وها هي بعد ما تعجنات لينا غادي نعاود نقطعها على حساب جوج درتها حساب فطور اليوم، ونخليهم يتراجعوا ونرجع معكم. نرجع معكم على ما ترخفوا، غنغطيهم بين ما دزنا خلينا العجين يطلق لينا. خديت واحد 2 بصيلات قرطتهم شلطتهم درتهم كي يعني يتقلاو فوق البوطه، بعد ما غادي يطيحوا لنا غنرميو عليهم الكفته ديالنا. غادي نزيدو عليهم شويه زيت العود، شوية الملحة، اسمحوا لي الحليب فاضلية اسمحوا لي، شوية سكنجبير، شوية خرقوم بلدي، شوية تحميرة، شوية تخليطة ديال الشاورما، توابل ديال الشاورما، شوية البزار، شوية كنضيفوهم من دفعة واحدة. ونخليهم تي شويه بما طاحت ليا بما تعد اللقامه دخلت في بعضياتها هي البصله، عاد باش نضيف لهم الكفته ديال الدند، نقطع عليهم ومن بعد ما شربت لينا غنضيفو الكفته ديالنا ديال الدند. بسم الله،
غنبقاو نديو نجيبو فيها تدخل لي غنبقياتها وغنضيفو شويه د الربيع. غادي اللون ديالها شويه بيضاء نزيد شويه التحميره تنضيف التحميره. انا قلت لكم نزيد على شويه التحميره حيت اللون ما قنعنيش. وهالحشوه ديالنا دابا وجدات نبقاو على غير شويه غنطفيو ونخليوها على جنب تبرد وندوز العجين اللي خليته شويه يتراجع باش نقطعو لطبيطات صغار ونبدا نطيب ان شاء الله ها شويه ونطيب. وها هي وجدات ديالنا غنصبوها في شي اناء باش تبرد لينا ونرجع معاكم. احنا من بعد ما صبيناها في اناء تبرد لينا نخليوها تبرد باش ما تشركش لنا العجين وندوز نكمل معاكم العجين ديالنا. وها العجين ديالنا من بعد ما طلق غادي نطلقوه بالمدلك بسم الله. كنبقاو غادي على هاد الشكل هذا وحنا كن وهاهو بعد ما طلقناه غادي ناخدو بهاد الكاس هذا. انا بغيت نديرو صغيور وباقي حاليا ما شريتش القطعه ديال غادي على هاد الشكل هذا وغنديوهم اللاطه ديالنا باش يخمروا ونرجع معاكم. وها هو بعد ما قرصناه كامل ونخليوه يخمر شويه ونرجع معاكم. وها هو بعد ما خمر درنا المقله ديالتنا تسخن وندهنوا المقله غير بشويه الزيت ما نكثروش غادي نمهلو عليه البطاطا طبعا على خاطر خاطرو باش يتنفخ عطانا داك الفوليم باش نقدرو نفتحوه ونعمروه.
قلت لي تات نخرم جيت نفخر هم بعد ما نقلبوهم وهما من بعد ما طيبت لي الطيبطات ديالي الطيبطات سمحوا لي العفو الطيبطات ديالي ها هما جاوا على هذا الشكل هذا ونبقى غادا نكمل ونرجع معكم ان شاء الله من هنا شوفوا كيفاش جا الشكل ديالو بغيتكم تذوقوا الطعم ديالو ولا اروع كنتمنىكم انكم ما تنساونيش من لي لايك وابوني وبارطاج ويا ربي نكون خفيفه على قلبكم